السلام عليكم، انا نسيمة شهبون من مجموعه مستخدمي ويكيميديا المغرب. بالنسبه لانتظاراتي من هذا المؤتمر هي تقويه المهارات لاعضاء المجتمع الويكيميدي العربي على مختلف الاصعده. اولا فيما يخص المهارات التقنيه المرتبطه بالمشاريع ديال كويكيبيديا والمشاريع الاخرى وخصوصا ويكيداتا، وكذلك تقوية المهارات المرتبطة بإيجاد شراكات بتعاونات على مستوى المجتمع الويكيميدي مثلا بين الدول، وكذلك التعاونات مع منظمات أخرى، ثم البحث على أفكار جديدة لمشاريع اللي ممكن تكون على الصعيد الوطني أو على الصعيد مجموعة دول عربية.